طب ايه كده. القواعد اللي المفروض نعرفها الناس اللي بتسوق عربية والناس اللي بتسوق موتوسيكل عشان نتعامل مع بعض؟ طيب اولا في مسافه امنه ما بين الموتوسيكلات والعربيات، دي لازم تتساب مش اقل من 3 متر. يعني الطبيعي احنا مثلا بنسيب 3 متر في العربيات، بس احنا ده ما بنعملوش لان احنا عندنا تكدس شويه، وما ينفعش موتوسيكل بيجري او موتوسيكل ماشي انا افضل ماشي وراه، لان لا قدر الله ممكن طوبه او ممكن زيت في الارض او ممكن اي حاجه يزحلق الموتوسيكل دوت بدون اي حد ما يلمسه فيقع. فلو انا مش سايب مسافه كافيه العربيه ممكن تخبطه، يعني هو وقع عادي ممكن ما تكونش حصل له حاجه، شويه جلطات او خدوش لو العربيه ماشيه بسرعه. بتضحكيني والله يا رب. شويه مفيش حاجه، شويه جلطات، ارتجاج يعني في المخ، عارفه لو عادي مفيش اي مشكله كمل يعني يا اللي رب. بيسوقوا موتوسيكلات بالنسبه لهم الموضوع ده يعني حاجه طبيعيه، بس يعني ان هم ما يجروش قوي مع بعض، ما يعملوش مع بعض الحاجات دي. اوكي. لازم بس دايما العربيات تبقى واخده بالها، وبرده بتوع الموتوسيكلات يبقوا عارفين لو عربيات نقل، العربيات الكبيره دي احنا عندنا مشكله انها بتمشي في وسط الشوارع، طبعا هي بيبقى ليها المفروض طبعا مسار ليه معين بس هي معين. بتمشي في نص لا الشوارع والله ما بقتش، هي دايما على طول قليل ماشيه في بصراحه. الليل. يعني في وفي بالليل بتلاقيهم بيطلعوا، بيعتمدوا ان مفيش عربيات كتير فبيطلعوا عادي. لو موتوسيكل ماشي، اللي هنا بيتعلموا في مصر بيتعلموا برضو ازاي يسوقوا، ما بيتعلموش ازاي يمشوا في الطرق، دي مشكله كبيره جدا بتواجه اغلب الناس. فلو انا ماشيه ورا عربيه نقل، زوايا العربيات النقل بتاعت المرايات بتجيب حاجه غير العربيات العاديه غير الموتوسيكلات، فهو هو العربيات النقل بيبقى شايف لفوق، بيبقى شايف مش اول حاره جنبه، شايف تاني حاره جنبه. فانا دايما لما امشي بموتوسيكل امشي في الحاره مش اول واحده تاني واحده من على يمينه او من على شماله، اوكي. وافضل دايما ابقى ماشيه في المرايه اللي جنبه عشان يبقى شايفني، ما امشيش وراه دايركت، لان انا لو مشيت وراه دايركت وحبيت ان انا اطلع منه ممكن اطلع يمين مره واحده الاقي حاجه وقفت قدامي، انا مش عارفه هو قدامه ايه برضو، يعني ممكن هو يقف مره واحده فانا اخبط فيه. واي حد بيسوق لازم دايما يبقى منتبه للطريق اللي هو ماشي فيه، طبعا ده هيقلل من الحوادث.